أنا نطلب الله والمحسنين وسيدنا شو من حاجة خمسة الناس مكرفسة على ولادي وما خدامة ما والو عاد نطلب تندير تاع الله الجامع أنا أمي والوليدات هما الحالات إذا تشوفي تنخلصو هاد البيت بعشرة آلاف ريال مشاج عندي خمسة وهي حامل مشيشة ما حياتي من صغري واش غندير هذاك ما قلبي وما عزيزين عليا ما نكذبش عليك وثلاثه الوليدات وبركه معايا وما مسكينه حتى هي تمشي تطلب في الجامع ما نفرطش فيهم وما تخرجهمش وتنطلب تاع الله وتنجيب لهم ماكلتهم ها هي تنشري عليهم اختي نجيب لهم ماكلتهم ها هي ها ولدي الصغير ها هي شي ماكله تنشري لهم خلينا نحيدها من قلبي ونشري لهم هذا هو الربح عندي اختي والخدمه راه ما خدامه ما والو ما عنديش الراجل أولدي عنده 17 عام بنتي عندها 19 عام هذاك 16 عام والمي ما مسكينه راه هي دارينا ركابي وانتي تشوفي اختي هاد الحاله واشي 14 عام ولا معت 15 عام وانا هنايا هذا راه زايد هنا هاد الصغير وتنطلبوا من جار ربي وحن علينا شوف منا سيدي ربي وسيدنا يحن فينا يعطينا وخاس يسكينا في نستقر وتا نبغى نموت نموت حنا تنخلصوا هاد البيت ب 10000 ريال وعاد الضو ما عنديش اختي فين نخدم تيبغوش يخدموني الناس ولادي ما كاينش لي قابلهم امي تخرج ترزق الله انا تنقابلهم هنايا حتى الزواج ما صدق لياش صافي قلت الله ما نطلق راسي اختي ونخرج نطلب تاع الله دابا تنخرج على الجمعه نجيب ديك 3000 ولا 4000 ريال نصير انا وليداتي ونبرك منا نخلي منا الكري يعاونوني الحباب بحال وجهك واحد يعطيني وواحد يعايرني وتجهزني ديك السبيط ديال دات من الليل حتى هما تيقلعوا لي فلوسي ما باقينا داك راه مريض راه شاد الفراش راه عنده 17 عام راه كل شتي يدي كلهم حالتهم كان يخدم في البغلي جاو لي كاع يدي كاع مبيكسين بالدمايات ملي قال لي راه خلصني قال لي ما عنديش سير تنجمع الحساب راه راقد راه هادي راه مريضه تدير داك الرابوز هذاك الصغير راه فاتح تا هو على العمل كيدير لي الفدق وانت تتشوفي اختي المهم مسكينه راه كاع رجليها راه هي تخرج تيطلب في الجامع نديها ونجيبها تمشي معايا حمدناك يا ربي وشكرناك على هاد الدخله اختي الله يجعل ربي يحن علينا عليكم الله يعطيكم الخير وشوفوا من حالنا